الخيل عز للعرب مثل ما قيل، ترهب عدو والله وترهب عداها، وصح لسان الشاعر على هذه الأبيات اللي بتكلم فيها عن أصالة الخيل، عن قوة الخيل العربية الأصيلة وعزها لخيالها. أهلا وسهلا فيكم متابعي ومحبي برنامج فروسية بحلقة جديدة من برنامجكم اللي دائما يبحث عن الأصالة ويبحث عن إرث جدودنا. طبعا نحب أن ننوه بهذه الحلقة بأنه ميدان الملك عبد العزيز بالسعودية بدأت في سباقات السرعة لموسمه لهذا العام، موسم 2017-2018، ونتمنى أنه إحنا نشوف فرسان جداد ومنصات وأسماء جديدة على منصات التتويج. خلينا نشوف مشاهدينا إيش معنا بحلقة فروسية لهذا اليوم. في هذه الحلقة تشاهدون محسن الظن يظفر بجائزة السيارة بانطلاق موسم السباقات بميدان الملك عبد العزيز. العطيب يخطف كأس إمارة منطقة الرياض بالحفل 18. مزاد بداية الموسم يحقق أكثر من 270 ألف ريال. الجواد معد يخطف كأس دعم خادم الحرمين الشريفين بالحفل الأول في الجنادرية. تحدي وقوة المنافسة تستعرب اليوم الأول من بطولة درع الاتحاد الثانية. الفارس بدر الفرد يخطف كأس شهداء الواجب في ثاني أيام دوري درع الاتحاد. ثلاث فرسان أبطال الفئة الكبرى في الأسبوع الثاني من دوري الإمارات لقفز الحواجز. زعلان منا لأنه ما جبنا من أول الحلقة على اللينكات، بس خلص حين رضينا صح؟ خلاص؟ ميدان الملك عبد العزيز لسباقات السرعة ميدان قوي والمنافسة فيه مو سهلة أبداً. بدأ الموسم وبدأ الحماس وبدأت أسماء جديدة تشارك بهذا السباق على أمل أنه يكون الفوز حليفهم. طبعاً 10 أشواط كانت بالحفل 17 لهذا الموسم، المنافسة كانت كثير قوية والخيول كانت كل خيل طبعاً كان لها مثل ما يقولوا سجلها عامر بالإنجازات. خلينا نشوف العشر أشواط كيف كانت أجواءها، ولكن اللي حصل على السيارة هو محسن الظن لإسطبل الريادة. مع بداية الموسم الجديد في الرياض انطلقت في ميدان الملك عبد العزيز سباقات السرعة في حفلها 17، حيث تكون السباق من 10 أشواط بمساهمة وهدية نادي الفروسية. الشوط الأول وعلى مسافة 1200 متر استطاع ريادي بعمر السنتين والعائد ملكيته للصبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب شوط الثاني من هذا السباق والتي لم تربح بعمر السنتين وعلى مسافة 1200 متر لصالح همايم للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. أما الشوط الثالث فقد استطاع مضمون الوفاء للأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغ مسافته 1400 متر. مضمون الوفاء حصان، الحمد لله يعني حصان يحب المسافة الدخول، يعني بالنسبة للمواطن يفهم أن الدخول يعني يجي من وراء ويدخل الخيل، هذه واحدة. ثاني شيء الآن يعني حصان اللي جاء رابع حصان الملك، يعني طبعا الطائف يختلف الخيل، هذا راكب ثلاث مراكيض ومفورم، بس انه يبي الميل احسن، في الميل يكون افضل، وعطى المطلوب، عطى المطلوب اللي نبغاه، بس يتحسن ان شاء الله اكثر من كذا، بس يملى شوي ويتحسن. اما الشوط الرابع والمخصص لجميع الدرجات مستورد عمر ثلاث سنوات فاكثر، استطاع اندلب الانك للمالك عبد الرحمن عبد الله المخضوب خطف جائزه المركز الاول. الشوط كان في تنافس والحمد لله، يعني عنده بلينك المسافة هذه مسافاته، وحصان عليه نقص جهوز، لكن اليوم أثبت أنه الحمد لله قادر أنه يحقق الفوز. والجادي الثانية اللي كريزي شك جاء ثالث، والحصان اللي عندي بعد جاء رابع، الحمد لله النتيجة تعتبر ممتازة بالنسبة لي كمدرب،
وإن شاء الله التوفيق في السباقات الجاية بحول الله. من دبلينك وساوث انجلس وكريزي شيك خيل ممتازة وقادرة تدعس المسافة هذه. اليوم قدمت كلها مستوى ممتاز وكان من نصيب دبلينك الحمد لله. أتمنى إن شاء الله السباقات الجاية تكون نتائج أفضل بعد الجوائز الكبيرة. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الجواد عشيق المعالي للمالك عبد العزيز عبد الإله الموسى. والله شوط مبتدئ 1006 وبعد الطائف ويعني شوط غامض ما تقدر ترشح فيه، لكن الحمد لله حصلنا معطي شغل زين والحمد لله كنا متفائلين فيه. وذهب لقب الشوط السادس المخصص لمن لم تربح لصالح الجواد الجولف العائدة ملكيته لعبد الهادي الشافي. والله الحصان عندنا ما شاء الله تبارك الله ركض في الطائف الموسم هذا وحل نهاية الموسم حل ثالث، ولكن في الطائف جاء عند الاسترد ولا دخل تضايق من الاسترد شيء ولا واليوم أول مركاض له إن شاء الله يبشر بخير بإذن واحد أحد. اليوم عمل عليه تسكير مرتين أو ثلاث ولكن هذا شيء طبيعي في السباق، ولكن الحمد لله إن شاء الله المرة الجاية بيكون أفضل بإذن الله. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيول جميع الدرجات والمنتجة محليا عمر 4 سنوات وعلى مسافة 1600 متر، والذي تصدر الجواد شرعي لمالك محمد إبراهيم المرزوقي وخطف جائزة نادي الفروسية التقديرية 125,000 ريال. الحمد لله هذا من فضل ربي، الحمد لله رب العالمين، وهنا يعني نسوي المجهود اللي علينا والباقي على الله، وبعدين لما نفوز على اسطبلات جيدة وهذا فوز ثاني يعتبر، يعني الحمد لله رب العالمين الله نصفنا الحمد لله رب العالمين. والله هو صار ما راح السنة اللي راحت الطائف وجهوزه ما أقول لك 100%، بس اللهم لك الحمد ما قصر الحمد لله. بالنسبة يعني للمجموعة هذه كلها مستواها قريب من بعض، اللهم لك الحمد على كل شيء. ما شاء الله أشوف المنافسة قوية بين الاسطبلات، أسأل الله التوفيق لكل الاسطبلات والاسطبلة إن شاء الله. إن ركضنا في التقديرية حصان تجهيز يحكم وحقق المركز الرابع، عندنا بكرة إن شاء الله يوم السبت كأس أمارة الرياض المظهور وهو مرشح إن شاء الله. يمكن إن 6 شهور ما ركض قد يعيق الجهوز، ولكن إن شاء الله أن يكون الكاس لنا نصيب فيه بإذن الله. الموسم قوي جدا، يعني مبادرنا قوي يعني، ونسأل الله التوفيق يا طويل العمر، وحنا يعني فرحانين من انتاج المزرعه واللي اليوم كسب. الله يطول عمرك، ابارك لسيدي الامير فيصل والمشرف الاداري سعد المشرف، وابارك للجميع الملاك على بدايه الموسم، ونشكر الامير متعب على ما يقوم به، ونشكر سعاده الاستاذ عادل مزروع على ما يقوم به من اعمال طيبة في هالنادي والرقي بهالرياضة العريقة. واستطاعت الفرس مواسم للمالك نزار أنور أبو الجدايل من السيطرة على مجريات الشوط الثامن لجميع الدرجات إنتاج عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1200 متر. أما الشوط التاسع إنتاج 4 سنوات فأكثر استطاع الدرب للمالك أحمد عبد الرحمن الكردياء من تحقيق لقب المركز الأول وخطف جائزة 135,000 ريال وهي مساهمة نادي الفروسية. الشوط والله كان أول مشاركة يعني لي بهذا الموسم بهذا الحفل الأول، الحمد لله حصان آخر حفل شارك وجاء ثالث، وهذا البداية. احنا بدينا إن شاء الله أنه كانت له مشاركة بميدان ملك سعود بالقصيم قبل أسبوعين، ومن المشاركة هذيك الأخيرة حددنا إن شاء الله أنه راح يكون هذه مشاركته الأولى في ميدان ملك عبد العزيز. ولله الحمد، الحمد لله كان الشوط شوي صعب علينا، ما شاء الله الخيال طبعا هو اللي دائما على حصان يلا كالحمد، جهود المدرب يعني ما قصر الله يجزاه خير اشياء كثيره، والحمد لله كله هذا توفيق من رب العالمين ودعاء والدينا الله يحفظهم. الشوط العاشر والاخير اللي كان على مسافه 1400 متر لجميع الدرجات انتاج 3 سنوات كانت الجائزه سياره هديه نادي الفروسيه و120 الف ريال وذهبت لصالح الجواد محسن الظن لاسطبل الرياض. محسن الظن ما يحتاج، جواد بطل موسم العام الماضي وحنا مجهزين لهذا الشوط، ونتائج الحمد لله كلها زينه اول ثاني، والمدرب ما قصر منصور فرماوي جابه في اكمل جهوزيه
والحمد لله توفقنا في هذا الشوط. والله اليوم على قولتهم فاتحة خير، احنا اول يوم جينا ثالث والشوط هذا كسبنا، يعني جينا الثالث والاول الحمد لله، موسم بدايته خير باذن الله. الحصان كنا هاقين فيه هقوه كبيره وجهزنا للسباق هذا من بعد موسم الطائف، سكر الطائف ريحنا اخر اسبوعين، فتح تقريبا شهر عقب الطائف، وجبناه قبل تقريبا اربع اسابيع باحسن جهوز الحمد لله، ومعطينا ملمس زين قبل السباق وهاقين فيه هقوه كبيره الحمد لله. الحفل ال 18 كانت ايضا اجواء كل الخيول كانت فيها تستعد وطموحها وهدفها انها توصل لخط النهايه، ولكن اللي يتالق بهذا الحفل هو الجواد عطيب المملوك لسمو الامير فيصل بن خالد، وحصل على كاس اماره منطقه الرياض. خلينا نشوف. احتضن ميدان الملك عبد العزيز الحفل ال 18 لسباقات السرعه على كأس إمارة منطقة الرياض، حيث دخلت الاسطبلات المشاركه بأفضل ما لديها سعيا لنيل شرف الفوز. موسم الحالي سيستمر الى الاسبوع الاخير من شهر مارس المقبل. لدينا 64 حفله مقسمه على 32 اسبوع. اجمالي اشواط هذا الموسم تصل الى 240 شوطا. أهم الحفلات الموجودة فيها هي طبعا كما تعرفين كأس الأمير محمد بن سعود الكبير الذي سيقام في الشهر الأول من ديسمبر المقبل، ثم بعد ذلك في شهر يناير لدينا حفلتين رئيسيتين هما كأس ولي العهد ومهرجان كرنفان الملوك، وفي شهر فبراير لدينا أيضا حفلتين كبيرتين هما خادم الحرمين الشريفين والملك عبد العزيز. جوائز الموسم النقدية تصل إلى نحو أو تزيد على 50 مليون ريال في هذا العام، هي استمرارا لما كان في العام الماضي حقيقة، حيث حدث نقلة نوعية في قيمة الجوائز. عندنا سنتين جاية إن شاء الله، وعندنا حصان مسن في الكاس إن شاء الله أنه يبيض الوجه إن شاء الله. اللي هو الكاس فيه حصان الاسطبل الأبيض هذا حصان مرشح، والعطيب الاسطبل الأحمر هذا حصان زي ممتاز، وإن شاركنا بنعم الوطن إن شاء الله أنه يبيض الوجه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، دعم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز والمدير سعد بن مشرف والمدرب عبد الله بن مشرف حتى استدرت القائمة في الطائف. عندنا تدريبات صباحية كل يوم، ونعرف الخيل نركبها ونعرف هي إيش تبغى وإيش ما تبغى وكيف طريقتها في السباق، وش تحتاج وش ما تحتاج. الشوط الأول استطاع الضماير بعمر السنتين من الإنتاج المحلي والعائلة ملكيتها لاسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيل التي لم تربح إنتاج السنتين لصالح أدهي لأبناء محمد بن عايش الطيار. أما الشوط الثالث استطاع مجير لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار. الشوط الرابع والمخصص للخيل التي فازت من سباق إلى سباقين استطاعت مسعفة لعبد الإله الموسى من خطف اللقب، وقد كان المركز الأول في الشوط الخامس مخصص للخيل التي لم تربح، وربحت سباق واحد عمر 3 سنوات لصالح زهاد لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. أما لقب الشوط السادس فقد كان من نصيب فنار العائدة ملكيته لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. الحمد لله يا رب، كنت متأمل بالفوز لأن حصان الدربه بتدريبات صباحية، وحصل في موسم الطائف هذا فوز الحمد لله بالمركز الأول على نفس الحصان، ونطمح لأفضل إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله. الشوط السابع لإنتاج 4 سنوات وأكثر وجائزته كانت 120 ألف ريال، كان على كأس إمارة منطقة الرياض، انتزع الجواد العطيب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.
واستطاع تفتيش لاسطبل الأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف اللقب. الشوط التاسع تنافست فيه الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1600 متر. استطاعت أميرة نورة لسمو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود من خطف اللقب. احنا كسبنا شوطين الآن، الشوط الأول، الشوط الثامن والشوط التاسع. الشوط الثامن كان فيه الحصان تفتيش ابن دكتور نعيمات من الخيل المميزة وكسب عدة كؤوس العام الماضي، وأميرة نورة من سيدة الأفراس بن المستورد، فرس جاية من أمريكا حقيقة. الآن اليوم أدت سبق جيد بوجودها مع نخبة من الأفراس المتميزة المستوردة من أمريكا ومن دول أوروبية أخرى. والله استعداد الأمير عبد العزيز بن مساعد عنده عدة أمهار لسه بالسنتين، وعدد من الخيل بالعمر 3 سنوات وال4 سنوات وال5 سنوات وكلها جاهزة الآن، من الطائف كان يجهز فيها وهو الآن يطلع عمر على أهبة الاستعداد حقيقة، من الاسطبلات المتميزة الحقيقة، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. الشوط العاشر والأخير تنافست فيه الخيول المنتجة محلياً عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة 1800 متر، واللي استطاع تحقيق الفوز هو الجواد متاع لعبد الإله بن عبد العزيز الموسى. كاميرا فروسية عودتكم إنها دائما تكون موجودة بالمزادات اللي فيها خيول، طبعا خيول قوية، خيول ممكن يكون الأشخاص اللي يشتريهم ممكن يحالفهم الحد بهذه الخيول، لذلك راح نشوف مزاد بداية الموسم اللي عرضت فيه خيول سباقات السرعة. تقريبا انباع أكثر من 47 راس، وقيمة المبيعات كانت لهذا المزاد قدرت تقريبا ب 270 ألف ريال. خلينا نشوف. بالنسبة للمزاد بداية الموسم لخيل السباق العربية الأصيلة، يعتبر جديد من نوعه بالنسبة لملاك الخيل العربية. وجد بعض المزادات قبل هذه الفترة، لكن كانت مزادات لمزارع خاصة. بالنسبة لملاك ومنتجي الخيل العربية خطوط السباق، يعتبر جديد من نوعه لأنه يعم على المنتجي الخيل العربية. وجد مزادات من هذا النوع سابقا، لكن كانت لمزارع خاصة ولخيلهم، لكن اليوم هذه ساحة ونقطة بيع مهمة لمنتجي الخيل العربية خيل السباق. معروض في المزاد اليوم 47 راس من الخيل متنوعة بين خيل جاهزة للسباق الموسم الحالي ومعسوفة، وبعض الأفراس المنتجة وفحول وأمهار صغار. فيه أسعار مشجعة، وبإذن الله بداية موفقة للجميع والمنتجي، وإن شاء الله شيء يبشر بالخير للمرحلة القادمة، حيث أنه الآن يوجد لدينا تقريبا 20 حفل سباق، منها 10 حفلات ماراثون الأصيل و10 حفلات سباقات مزرعة الخالدية، وتعادل تقريبا 40 شوط تقريبا لكل جزء. يعني عندنا 80 شوط تقريبا، 40 للخالدية و40 لماراثون الأصيل. فهذه مشجعة للملاك وللمدربين والفرسان بأنهم يختارون سلالات جيدة للتنافس في هذا الميادين. طبعا احنا مزرعة منتجة للخيل العربية خيل السباق، نزلنا مجموعة من الأمهار دعما لهذا المزاد ودعم لملاك الخيل العربية الحضري. ما يهمنا الأسعار، احنا مشاركتنا لدعم المزاد وتطوير هذا المزاد. طبعا مربط البراق يمتلك من أفضل الفحول، يمتلك أفضل فحل صاحب أعلى ريت في السباق على الرمل في العالم، الفحل دهر ابن نظام، فحل مميز ومعروف، يمتلك فحلين من الخالدية ابن طويق وابن خالد البويبية، ومفتوحين للتشبيه لجميع الملاك دعما له. مزاد الفرسان الخيل العربية الأصيلة أول مزاد يقام للخيل العربية للسباقات، مزاد جدا ممتاز عكس صراحة، خاصة أن المزاد اليوم فيها مبيعات جميلة جدا.
نفذت عدد المبيعات اليوم الحمد لله، كان مزاد ناجح. من طبعا انا ماسكت لها سوري ماسكت له الحبل، وهو ما شاء الله عليه يعني قاعد ياكل يعني ومتكي وما ادري رجله مبسوط. طيب خلينا نروح فاصل نشوف يمكن يغير رايه بعد الفاصل ونرجع نكمل. بعد الفاصل تشاهدون الجواد معد يختف كأس دعم خادم الحرمين الشريفين بالحفل الأول في الجنادرية. تحدي وقوة المنافسة تستعر باليوم الأول من بطولة درع الاتحاد الثانية. وما زلنا موجودين بميدان السرعة وإلى ميدان الجنادرية بالموسم الجديد طبعا لعام 2017-2018، والحفل الأول عبارة عن 6 أشواط. هاي 6 أشواط فيها مشاركات من داخل السعودية من اسطبلات مختلفة، ولكن أهم شوط كان من نصيب معد لأنه كانت جائزته هي كأس دعم من خادم الحرمين الشريفين. مع بداية موسم سباقات الخيل في مدينة الرياض استقبل ملاك الخيل الموسم وسباقات السرعة بكل شوق وحماس، فقد انطلقت في ميدان الجنادرية منافسات الحفل الأول لسباقات السرعة على كأس دعم خادم الحرمين الشريفين. الشوط الأول على مسافة 1200 متر استطاع دعم العائدة ملكيته لعبد الإله محمد العساكر من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل لصالح الكوكب الساري لاسطبل النهار وتدريب غيث الغيث. بداية السباق ودائما بداية السباق الخير ما تحط معنوية بصراحة، أي خيل بداية السباق إلا بالمية حصان واحد زين يعطيك معنوي، والحمد لله الخير جيت وسط الخيل فرحنا يعني برضها يعني إن شاء الله متقدمة للخير. أما في الشوط الثالث فقد استطاعت الفرس معنوية للمالك أحمد عبد الله البصير من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط، واستمرت المنافسات على أرض ميدان قلعة الإنتاج، فقد تنافس 16 رأس في الشوط الرابع والمخصص للخيول التي لم تربح عمر 3 سنوات، واستطاعت غصون البان لأبناء محمد القرشي وتدريب فيصل العضياني من خطف اللقب اللي كان على مسافة 1400 متر. المنافسة كانت حلوة وكنا نعمل أن نأخذ المركز الأول، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله بداية طيبة، كان أملنا في الخيال وفي حطينا أملنا في المدرب اللي كان مدرب الخيل وعلى أتم استعداد اللي هو الفيصل البقمي ما قصر، لكن الحمد لله الجيات أفضل تمرين أكثر وإن شاء الله أفضل. كل مالك يخش في السباق بيكون أمله في الله كبير، التوقع وارد من كل الخيل، لكن على حسب التجهيزات كل أنه عنده خطة وكل أنه عنده دراسة للفرس اللي هو شغله أو الحصان اللي هو شغله، وتعتمد يعني ما بين المدرب ما بين الجوكي. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين الذي خصص لمفتوح الدرجات عمر 3 سنوات فأكثر وعلى مسافة 1400 متر لصالح الحصان معد لأبناء سليمان محمد بن زعير. والله الشوط قوي، كان فيه شبل بانديني وصلفة ولطف، والحمد لله بتوفيق الله وشطارة الخيال علي المتعب ما قصر. الخطة سويناها عنا أول وثالث، كان عندنا فرس داعمة للحصان والحمد لله توفيق الله الحصان مشى كويس مع الخيال والحمد لله كسبنا. بينما انطلق الشوط السادس والأخير من هذا الحفل بمشاركة 6 خيول والمخصص للخيل التي لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر، وكانت الصدارة من نصيب الحصان در نوف العائدة ملكيته لاسطبل الشواهد. الحمد لله بدينا السنة هذه وإن شاء الله أن البداية موفقة، وإحنا الآن في أول حفل من البرنامج المعد لسباقات الجنادرية وهو 24 حفل، والحمد لله الأمور طيبة، وأول 6 حفلات راح تكون على دعم خادم الحرمين حفظه الله، ومن ثم دعم الأمير سلطان،
ومثل ما يتوالى دعم ملاك الخيل والداعمين اللي تعودنا منهم الدعم السنوي راح يترتب دعمهم، وفي داعمين جدد المقرر 6 أشواط أسبوعيا، أما إذا في إضافة فهو إذا توفر عندنا داعمين. وفيه إن شاء الله في اجتماعات قادمة لمجلس إدارة الميدان، وعلى ضوءه راح يتقرر حفلات معينة تم التخطيط لها من العام الماضي، وأتوقع إن شاء الله أنها تتنفذ السنة هذه. التوسعة القادمة راح يخصص إن شاء الله مكان للعوائل المنتجة ومكان للعوائل، وفي تطور إن شاء الله في الميدان. كلنا نعلم أنه حصل دعم من الأمير سلطان محمد الله يحفظه، وهو ركن من أركان الفروسية، ودعم الميدان بمبلغ كبير، وتم تخطيط الميدان وننتظر التنفيذ بمشيئة الله. أهيب بجميع ملاك الخيل في الجنادرية أنهم يركضون في ميدان الجنادرية، هم خيلهم تتدرب في الميدان عندنا وتركض باسم غيرنا، وهذا يعني شيء ما يخدم الميدان، هو احنا هذا حق مشروع لهم لكن ما يخدم ميداننا، لأنه نعلم أنه الميدان اللي يحصل على أعلى نقاط يكون له مكافأة مبلغ مالي مجزي يخدم الميدان في تسيير أموره في عمل برامج تطويرية للميدان. موسم الجنادرية لعام 1439 لا شك أن ميدان الجنادرية يعد أحد الميادين التي لها دور بارز، وأحد الميادين التي تعتبر ركيزة أساسية في ميادين المملكة العربية السعودية العشرة المنتشرة، فهو يعتبر الشريان المغذي للفروسية السعودية كقلعة إنتاج. تبدأ الفروسية من خلال هذا الميدان بشراء الخيل، نخبة من خيل الإنتاج المحلي تنتشر عبر هذا الميدان، بالإضافة إلى أن ميدان الجنادرية أحد المتنفسات الفروسية السعودية. ما زالت إنجازات الوليد للإنسانية قاعدة تبهرنا يوم عن يوم، وهذا الخبر للفارسة السعودية خلود مختار في سباقات أبو ظبي لعام 2018. طبعا تفاصيل كانت بأنه الفارسة السعودية خلود مختار أول فارسة سباقات خيل سرعة من فريق مؤسسة الوليد للإنسانية تشارك في سباقات السرعة في أبو ظبي. نبارك للفارسة ونبارك لسمو الأمير الوليد بن طلال وللوليد للإنسانية. إلى ميدان قفز الحواجز في عالم الفروسية، ما زلنا مغطيين بطولة درع الاتحاد. طبعا احنا شفنا بالحلقة السابقة كيف كانت الأجواء وكيف كان أيضا أداء الفرسان، ولكن اللي تألق بهذا اليوم هو الفارس السعودي بدر الفرد. خلينا نشوف. شهدت بطولة دوري درع الاتحاد الثانية بيومها الأول تنافسا قويا بين فرسان المشاركين. كانت النتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول استطاع الفارس عبد العزيز الحقباني من تحقيق المركز الأول على صهوة الجواد هناء، أما المركز الثاني فقد ذهب للفارس علي المقعدي على صهوة الجواد كنياك، والمركز الثالث كان من نصيب الفارس أحمد عسيري على صهوة الجواد مسك زين. شوط الجيم على ارتفاع 1.15 متر، ومستويات الفرسان كانت جيدة، يعني طبعا أغلب الفرسان الحين ما زالوا في فترة تجهيز للخيل بداية الموسم، بعض الفرسان عنده جايين من أوروبا جاهزين وكذا، احنا تونا بادئين يعني تونا نجهز، والحمد لله على كل حال حصلنا على المركز الثالث، يعني نتيجة كويسة اللهم لك. والله البداية مبشرة بالخير حقيقة، يعني فيها نظام جديد، برنامج جديد للفرسان راح يساعد إن شاء الله في تطوير المستويات. البرنامج القديم كان برنامج جيد وأظهر مستويات جيدة للفرسان، ولكن البرنامج الجديد يعني يبدو لي والله أعلم بأنه بيكون أفضل، لأنه وضع بعد دراسات تقريبا جيدة، والله ييسر إن شاء الله، متفائلين خير إن شاء الله.
نتيجة الشوط الثاني فقد جاء في المركز الأول الفارس فهد عبد العزيز العيد على صهوة الجواد أنليمتد، والمركز الثاني ذهب للفارس محمد حسن على صهوة الجواد فيرزاتشي، وبالنسبة للمركز الثالث كان لصالح الفارس فهد عوض الجعيد. والله الحمد لله ربي وفقنا جبنا المركز وتوفقنا مع فرسان عالميين وفرسان متميزين أمثال خالد العيد وفهد العيد وفهد الجعيد ومجموعة الفرسان كلهم، يعني نخبة الفرسان، فالحمد لله توفقنا بالشوط هذا. شوط شهداء الواجب الله يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم إن شاء الله. طبعا الشوط كان عبارة عن جولتين، الجولة الأولى إلى حاجز رقم 7، الجولة الثانية ضد الزمن. طبعا هذه البطولة أول مشاركة لي أنا منقطع من الصيف اللي فات، وشاركت بأول مباراة، ما حبيت أغامر بزيادة والحمد لله. يعني بالنسبة لي أنا كثير أنا عجبني البرنامج الجديد، في أشواط يعني تحمي الفرسان، بالذات صغار السن منهم اللي هم 14 16 18، برضه الأشواط الثانية يعني لو فيه يعني إذا 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 مع إذا استخدم البرنامج وطبق وفي تحسينات ممكن إنه يصير الأفضل ويصير إلى الأحسن مشيئة الله. يعني الشوط الثالث استطاع الفارس بدر محمد الفرد من تحقيق المركز الأول على صهوة الجواد شنيكش، أما المركز الثاني فقد كان للفارس فهد العيد على صهوة الجواد نتال، المركز الثالث كان لصالح الفارس خالد العيد على صهوة الجواد هولستر. السنة الماضية احنا اشتغلنا على اعداد موسم جديد يختلف عن المواسم الماضية، تعرف كل تنظيم كل يعني اجراءات تناسب الظروف المعينة اللي تصاحبها. التنظيم الموجود الحالي اللي هو تنظيم الموسم بكل تفاصيلها الفنية والإدارية وكلها كانت تتناسب مع ظروف وزمن معين في الماضي. الآن الأوان أن كل شيء تغير، وخاصة أن هذا التغيير يتوافق مع رؤية المملكة، رؤية 2020 و2030، فلذلك كان يعني من الواجب أن يكون هذا التغيير في هذا الوقت المناسب. أنا أولا أحب يعني أشكر أول شيء معالي الشيخ تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود، هو اللجنة الأنبية وكذلك رئيس الاتحاد الأمير عبد الله بن فهد، يعني قدموا لنا الدعم كبير، يعني ومن أهم عوامل الدعم اللي قدموها السنة هذه أشياء كثيرة مادية وفنية ومعنوية، كان أهمها زيادة قيمة الجوائز. السنة هذه قيمة الجوائز زادت، إجمالي الجوائز زادت 50% عن السنة الماضية، جوائز الفرسان. هذا كان يعني دعم أساسي. طبعا هذا مكننا من إحنا يعني أعداد الفرسان في رياضة الفرسية بدأت تزداد وتكثر الأعداد، فلذلك كان في الماضي الموسم مرتبط بين الرياض وجدة ومندمج مع بعض، كان في كثير مباريات مشتركة، فإحنا بناء عليه رأينا أن المفترض أن يكون موسمين منفصلين، جدة لحالها في موسم والرياض لحالها في موسم، ويتنافسون فقط في 4 بطولات كبيرة. شوفوا ما أحلى الهدوء، ما أحلى الجمال. فاصل صغير ونرجع نكمل. بعد الفاصل تشاهدون الفارس بدر الفرد يختف كأس شهداء الواجب في ثاني أيام دوري درع الاتحاد، 3 فرسان أبطال الفئة الكبرى في الأسبوع الثاني من دوري الإمارات لقفز الحواجز. ما زلنا موجودين في ميدان قفز الحواجز وتحديدا في بطولة درع الاتحاد لليوم الثاني. اليوم الثاني كان في كأس مميز، طبعا هذا الكأس اعتمدوا بهذه البطولة راح يكون موجود على مدار السنين القادمة، وهو كأس شهداء الواجب، وهذا تكريما لأرواح الشهداء. طبعا اللي تألق وفاز بهذا الكأس هو الفارس السعودي أيضا بدر الفرد. Mm-hmm.
ثاني أيام البطولة الثانية لدرع الاتحاد لقفز الحواجز في المدرسة الدولية لتعليم الفروسية بالرياض، حيث اشتملت أشواط هذا اليوم على كأس شهداء الواجب، فقد شارك الفرسان بكل قوة وحماس لنيل شرف الفوز. الشوط الخامس الدرجة الثانية باء جاء بالمركز الأول الفارس عبد العزيز الهمزاني، أما المركز الثاني كان من نصيب الفارس حامد المقعدي، أما الفارس عبد الرحمن الجريسي حل بالمركز الثالث. هذه أول بطولة لي بالنسبة لي أنا كفارس. الخيل الحمد لله توه راجع تجهز، المنافسة كانت كويسة، الكورس ما كان سهل لكن الله وفق الحمد لله. هذا شوط البي 130-135، الحمد لله حصلت على مركز ثاني فيه الفرسان الكلية الحربية، وحصل ولدي علي برضو مركز سادس، والشوط الأول اللي قبله للسي حصلنا على أول وحصلنا على ثالث، فالحمد لله الله وفقنا سبحانه وتعالى، فرسان الكلية دائما متألقين إن شاء الله. بداية موفقة بالذات مع حصاني، وبعد ما خرج من راحة وكان أداء كويس، نرجع إن شاء الله واحدة واحدة باللياقة مع الحصان. كان الكورس شوية تقدرين تقول فيه تحدي وكان كويس، اللهم لك الحمد سوينا مستوى كويس أنا والحصان، وإن شاء الله أن الأسابيع الجاية والبطولات الجاية تكون أفضل بإذن الله. طبعا كأس شهداء الوطن تم ترسيمه من الموسم الماضي وحضور الأمير عبد الله بن فهد في نوفا، وقيمه البطوله العام الماضي في نوفا. هذا الموسم اصبح كأس شهداء الوطن اساسي من ضمن برنامج اتحاد الفروسيه الذي يقام كل عام. بكل تاكيد يعني المسؤولون في اتحاد الفروسيه راوا ان يقام كأس شهداء الوطن هذا الموسم مع بداية موسم اتحاد الفروسية، وبنظام جديد حتى يعطي الفرصة لكثير من الفرسان للمشاركة في هذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعا، والتي تعكس مدى اهتمام الاتحاد السعودي بالمشاركة مع جنودنا البواسل وشهداء الوطن على الحد الجنوبي، وهذا جزء من عمل الاتحاد السعودي للمشاركة الاجتماعية التي تهم المملكة العربية السعودية. الموسم هذا موسم مختلف تماما عن أي موسم قبل كده، فنيا والفرسان برضو جاهزين وخيول جديدة، لا مستوى أعلى من السنة اللي فاتت بكتير جدا. أما الشوط السادس الدرجة الأولى ألف كان على كأس شهداء الواجب الذي اعتمد الاتحاد السعودي للفروسية كأسا ثابتا تكريما لشهداء الوطن، وقد كان المركز الأول من هذا الشوط من نصيب الفارس بدر الفرد، في محل ثانيا الفارس ناصر البقمي، وجاء ثالثا الفارس حسام سليمان، محققين جولات نظيفة ولكن كان الفارق بالزمن. والله المشاركة طبعا تونا في بداية الموسم، ما كنت متوقع جهوزية الخيل لكن الحمد لله الله يسر، كلهم منافسين. في أخوي خالد العيد تعرض حصانه للإصابة ولا كان من المنافسين الأقوياء، فيه ناصر القومي، فيه حسام سليمان ما شاء الله حقه بالمركز الثاني والثالث، لكن أنا كنت أول واحد بالشوط فاضطريت أني أسرع بسرعة زايدة، والحمد لله الله يسرها يعني. خبرنا الثاني هو من نادي تراث الإمارات، يشارك في النسخة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة. شارك نادي تراث الإمارات في النسخة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار 10 سنوات من الاعتزاز والولاء للحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالفرس. وتشكل هذه النسخة من المعرض لحظة احتفالية لتسليط الضوء على الجهود المبذولة على جميع المستويات لتثمين الثراء والتنوع الكبير للتقاليد الفروسية المغربية. إلى ميدان قفز الحواجز هاي المرة في الإمارات، بطولة الإمارات لقفز الحواجز. طبعاً إحنا اليوم خبرنا في هاي البطولة هو غريب شوي، لأنه اللي فازوا بالفئة الكبرى هم 3 فرسان مناصفة، طبعاً هم حصلوا على الجائزة وتقاسموها فيما بينهم، طبعاً هم أسماءهم كانت متقاربة، فادي وشادي وهادي. خلينا نشوف شو عملوا في هذا الميدان. أه
بداية أود أن أبارك لأسرة الفروسية في دولة الإمارات على بداية الموسم 2017-2018، وأتمنى إن شاء الله لجميع الفرسان تحقيق المراكز وتقديم صورة مثالية لفرسان الإمارات في المحافل الدولية والمحلية، وأتمنى التوفيق لجميع المنظمين إن شاء الله. حقيقة هي تعتبر البطولة الثانية في سلسلة بطولات نادي الشارقة الفروسية والسباق اللي هي التحضيرية أو بداية الموسم. بالطبع دائما بداية الموسم تلاقي عدد الخيل المشارك قليل بسبب وجود الجو الحار، بحيث أن الفرسان ما يقدرون يشغلون خيلهم أو يجهزونها أو تكونوا في كاملية جاهزيتها للمشاركة في أول بطولات الموسم. اللي يميز نادي الشارقة والحمد لله وجود هذا الصرح الجميل اللي أهداه سمو حاكم الشارقة لأبناء الفرسان، اللي هي الصالة المغلقة، بحيث يتدربون طول فترة الصيف، فالخيل ما تفقد لياقتها، يعني قل عليها النشاط أو المشاركات أو المنافسات كنوع من الرست للخيل خلال فترة الصيف، ولكن تتدرب بشكل يومي. فلما بدينا الموسم كانت الخيل في جاهزيتها عكس الخيل الثانية اللي هي لم تشترك أو لم تكون جاهزة خلال الموسم. هذا الموسم بيكون إن شاء الله في نادي الشارقة حافل بالعديد من البطولات، خصوصا البطولات الدولية لقفز الحواجز، بحيث أن البطولة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة ستكون من خمس نجوم. خمس نجوم هي تعتبر من أقوى البطولات على مستوى العالم، وتعتبر البطولة الفريد من نوعها في صالة مغلقة في الشرق الأوسط، وتكون على مستوى خمس نجوم. شهدت الصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق أحداث الأسبوع الثاني من دور الإمارات لونجين لقفز الحواجز، واستمرت المنافسة على مدار يومين. استطاع الفارس سالم السويدي خطف المركز الأول في الفئة الوسطى على ارتفاع حواجز بلغ 130 سنتيمتر لتحل ثانيا الفارسة أنتيا ساندي، بينما خطف المركز الثالث الفارس فادي الزبيدي. ثاني أسبوع هو يعد أول أسبوع تحتسب فيه النقاط، فاليوم كان يوم مهم جدا سواء في الفئة الوسطى وفي الفئة الكبرى كذلك. حلفني الحظ نعم أني أحقق المركز الأول، الحمد لله. يمكن كان الأدفانتج اللي عندي أن أنا دخلت آخر فارس في فئة الميديوم تور، فالأفضلية كانت عندي من ناحية أني أشوف الفرسان المنافسين اللي سبقوني كلهم، وما أحسن حظي أن كلهم عملوا أربع أخطاء وزيادة، فما كان علي أني أنا أطوف بلا أخطاء. الوقت ما كان يعني مهم بالنسبة لي، أنا كان الأهم أني أطوف بدون أخطاء الجزاء، والحمد لله فما كانت علي ضغوطات وحالفني الحظ الحمد لله. على البيك تور الحصان دولار كان كتير منيح، هي تاني مشاركة له ضمن الأسبوعين اللي مضوا، شارك بس يوم واحد كل مباراة، عم حضره شوي ورا شوي. بالميديوم تور في لفة كانت شوي صغيرة، فالحصان سكر علي الدوران وأخذ فيه الخشبة، وعلى حصانين يعني كان معي نفس اللفة ونفس الشيء صار مع الحصانين، بس أكيد الحمد لله يعني وبارك لسالم بيستاهل الفوز. أما في منافسة الفئة الكبرى مع جولة للتمايز على ارتفاع حواجز من 130 ل 140 سنتيمتر، فقد تأهل ثلاث فرسان للتمايز بالاتفاق فيما بينهم، تم اقتسام جائزة المركز الأول مناصفة، والفرسان هم شادي غريب وفادي زبيبي والفارس هادي نظام. بسبب أنه المتأهلين للجولة الثانية كانوا فقط ثلاثة، فاتفقنا نحن أو أنا اقترحت عليهم أنه ما ندخل جولة التمايز ونتقاسم المركز الأول ونحافظ على خيولنا، لأنه العدد مو كبير، يعني ما هن سبع فرسان ولا خمس فرسان، ثلاثة من السهل أنه يقولوا إيكوال فيرست، يعني ثلاثة متعادلين على المركز الأول. طبعا تمت الموافقة من الفرسان شادي وفادي لحتى يتوج لتاني أسبوع على التوالي فادي وشادي وهادي في المركز الأول، ولله الحمد. أكيد يعني كنت لحامل جهدي، بس أنا مبارح الحمد لله حققت مركز أول. بقى اليوم هن خبروني إنه إذا منسحب، يعني إذا منساوية مناصفة هن موافقين. بقى أنا قلت لحالي الحصاني أصلا نط منيح، إن شاء الله مشان المباراة الجاية يكون لسه فيه قوة ونعمل نتيجة.
أنا بدي أنهي الحلقة بس مش ماينة عليه يجي معنا. لحظة شوي، تعال بس شوي، ممكن من وقتك ثواني، بدنا نخلص الحلقة. مشاهدينا، هذه هي فقرات فروسية. كاميرات فروسية راح تكون موجودة في كل الميادين اللي فيها منافسة، اللي فيها أصالة، اللي فيها سرعة، اللي فيها أيضا قوة. طبعا دائما نذكر اللي ما قدر إنه يشوف حلقة فروسية لهذا اليوم يقدر إنه يشوفها على اليوتيوب. تقدروا أيضا إنكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة قدامكم على الشاشة، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. هذه تحية مني لكم أنا أحلام العجارمة. لحظة، ومن شين، شين في أمان الله. عبارة عن ست أشواط، هذه ست أشواط إلى ميدان جديد من إلانوش، جديد قديم، مزادات لخيول. وهذه الملة لا أحلى إشي، بتكي قلب إيده هيك وبوكل يعني. برر 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 برر